وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد بعض أعضاء مجلس الشيوخ أن الدولة تنفق المليارات على عملية استيراد السيارات، وشددوا على أهمية توفير تلك النفقات. وخلال اللقاء تم التأكيد كذلك على أن مشروع القانون يستهدف توفير سيارات صديقة للبيئة في ظل سعي الدولة لتوطين صناعة السيارات الصديقة للبيئة. النهارده مجلس الشيوخ ناقش مشروع من اهم المشاريع اللي بتقدم، ومشروع انشاء المجلس الاعلى لصناعه السيارات وصندوق تدعيم السيارات صديقه البيئه. كلنا عارفين الدوله المصريه بتحمل نفقات كبيره جدا ومليارات من الدولارات على استيراد السيارات. فمن هنا كانت الحكومه اطلقت في 2022 المشروع القومي لتوطين صناعه السيارات في مصر. هذا المشروع مبتغى منه ان احنا نوفر كم الدولارات المنفقه سنويا على صناعه استيراد السيارات، وان يخلي مصر مركز اقليمي لتصدير السيارات، فبالتالي ده هيعود بالنفع على ايه؟ ده هيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. كنا بنتكلم النهارده على قانون السيارات الصديقه للبيئه، فهو جاي في وقت مناسب جدا مع مؤتمر المناخ اللي هيعقد ان شاء الله في شرم الشيخ شهر نوفمبر الجاي. والاساس في الموضوع كله احنا ازاي نطلع سياره صديقه للبيئه او الطاقه الخضراء اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بيها جدا، واحنا عندنا هيبقى في مصانع لانتاج الطاقه الهيدروجينيه. ولو دخلنا في تعريف السياره الصديقه للبيئه فممكن تكون سياره بتدار بالطاقه الهيدروجينيه او بالبطاريات او الكهربائيه زي ما بيقولوا، ودي هتنقل نقله كبيرة قوي لمصر. يعني مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للسيارات صديقة للبيئة جاء في توقيت مهم للغاية، في توقيت بتتسارع فيه دول العالم لتحجيم ظاهرة التغير المناخي وأيضا تقليل ما نتج عنها من احتباس حراري، وبالتالي مصر بتسعى جاهدة مع توقيت استضافتها للمؤتمر المناخي العالمي في نوفمبر القادم انها بتقدم نموذج للدوله اللي بتسعى لتقليل هذه الظاهره. وطبعا توطين صناعه السيارات النظيفه ده من شانه انه يقلل الاحتباس الحراري في مصر وبالتالي على مستوى العالم، وايضا سوف يترتب عليه توطين هذه الصناعه داخل مصر، وبالتالي هيزود فرص العمل وهيوجه رجال الأعمال لإنتاج هذه الصناعة الهامة جدا.